اهلا بكم. الثعابين سامة، الثعابين بتقتل، الثعابين مرعبة، الانسان بيخاف منها بالفطرة والحيوان برضو بيخاف. لو سألنا سؤال هل للثعابين اعداء، يمكن الاجابة المنطقية عند ناس كثيرين هتكون لا، الثعابين ما لها اعداء، لكن الثعابين لها اعداء كثيرين ويمكن اكثر مما نتخيل. اشياء كثير جدا ربنا خلقها بتتغذى على الثعابين، بتتعامل معها بكل بساطة، وسخر لبعضها امكانيات انها تخرج الثعابين وتاكلها حتى لو كانت شديدة السمية وتقتل في دقائق. حيوانات كثير جدا صعب انه نحصرها كلها، لكن في انواع كثير من الطيور اللي بتغذى على الثعابين. يمكن اكبر نموذج وعنده امكانيات خاصة اللي هو الصقر الكاتب او السكرتير، رجوله طويلة ممكن يطلع الثعابين من وسط الحشائش يتعامل معها حتى لو كانت سامة وخطرة. طبعا الطيور بالعشرات. حيوانات تانية كثير جدا بتتغذى على الثعابين. القطط على سبيل المثال بتتغذى على الثعابين بشكل كبير جدا، والقطط أنواعها كثير جدا. حتى القطط الكبيرة اللي هي زي الفهود والنمور أحيانا بتأكل الثعابين. في حيوانات تانية صغيرة بنستهين بها ونستغرب إنها كيف ممكن تتعامل مع الثعابين، لكن بتتعامل مع الثعابين وبتتعامل معها بكل شراسة وضراوة، بتغذى عليها. مثلا القنفد عندنا، النمس عندنا، الميركات، هذه من الحيوانات المميزة اللي بتهاجم الثعابين وبتغذى عليها. حتى الأشياء اللي بتعيش في المياه أو البحار زي الأسماك، سمك البيرانا معروف إنه من الأسماك الضارية أو المتوحشة. لو نزل ثعبان للمنطقة اللي موجود فيها أسماك البيرانا بكل بساطة بيتعاملوا معاه وبيأكلوه. عندنا ضفادع كثير بتاكل الثعابين، عندنا حشرات بتتغذى على الثعابين، عنكبوت، الشرنشولة، الأرملة السوداء، هذه كلها ممكن تاكل الثعابين بكل بساطة، ما عندها أي مشكلة. حتى الحشرات الصغيرة زي النمل، في نمل أنواع كثير منه بتتغذى على الثعابين زي النمل المحارب. أشياء كثير جدا بتاكل الثعابين ما عندها أي مشكلة فيها. هذول ببساطة أعداء الثعابين، لكن في عدو مهم جدا من جوة الثعابين اللي هو الثعبان نفسه. في أنواع من الثعابين ربنا سخرها إنها تتغذى على الثعابين وتتعامل معها. الثعبان الملك كينج سنيك ثعبان غير سام، لكن بيدور على الثعابين السامة اللي هي الأفاعي المجلجلة وبيتغذى عليها بكل بساطة. وفي أنواع كثير جدا من الثعابين بتاكل ثعابين. أكبر عدو للثعابين الإنسان. الإنسان بيقتل الثعابين بأعداد مهولة جدا، بيخلص عليها بشكل كبير، بيقضي عليها بسبب أو بدون سبب، وحنتكلم في حلقة عن القتل الجائر. أكبر عدو للثعبان الإنسان، طبعا ما بتكلم على الثعبان بس، كل الحيوانات يمكن العدو الأساسي لها الإنسان. أتمنى أنه نوقف ونراجع تعاملنا مع البيئة اللي بنعيش فيها عشان كل شيء يمشي باتزان. ربنا خلق كل حاجة في الدنيا هذه باتزان، لازم نحافظ على الاتزان هذا، لأنه أي خلل بيسوي مشكلة. تحياتي أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.